أو ما الفرق بين الشرك والكفر؟ الكفر أعم من الشرك، لأن الكافر قد يكون مؤمناً بالله من بعض الجوانب وكافر به من جانب آخر، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد يكون الكافر جاحداً لله كالملاحدة والشيوعيين، لا يعترف بوجود الله أصلاً. وأما المشرك فهو يؤمن بالله لكن يعبد معه غيره، يؤمن بالله لكن يعبد معه غيره، هذا هو المشرك. فكل مشرك كافر، وليس كل كافر مشرك، قد يكون ملحدا جاحدا لوجود الرب سبحانه وتعالى. نعم.